السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أصدقائي طلبة وطالبات الصف الثاني الابتدائي مع مادة التربية الدينية الإسلامية الفصل الدراسي الثاني. النهاردة بإذن الله هنتناول درس جديد وهو شخصية سيدنا عثمان ابن عفان رضي الله عنه، وهنتناول مع بعض وهذه الشخصية الجميلة اللي هنتعلم منه حاجات كتير. أول حاجة عايزين نتعلمها إن عثمان ابن عفان سنة تانية هو ثالث الخلفاء الراشدين. إحنا عارفين إن الخلفاء الراشدين كم عددهم؟ أربع خلفاء. يبقى الخلفاء الراشدين كم عددهم؟ أربع خلفاء. أحسنتم، الخلفاء الراشدين أربعة، أولهم أبو بكر الصديق، وبعدين عمر ابن الخطاب، رقم ثلاثة عثمان ابن عفان، رقم أربعة مين؟ علي ابن أبي طالب. يبقى الخلفاء الراشدين أربعة، أول حاجة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. الخلفاء الراشدين كام؟ أربعة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. برافو عليكم. يبقى الخلفاء الراشدين أربعة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. عثمان بن عفان هو ثالث الخلفاء الراشدين، ودي أول حاجة تركز فيه عشان ما نتلخبطش. يبقى أبو بكر يبقى عثمان بن عفان ثالث الخلفاء الراشدين بعد مين؟ بعد سيدنا أبو بكر الصديق وعمر ابن الخطاب رضي الله عنهما. يبقى أول الخلفاء أبو بكر الصديق، ثاني الخلفاء عمر بن الخطاب، ثالث الخلفاء عثمان بن عفان عشان ما تتلخبطش. طيب الخلفاء الراشدين تاني أولهم مين؟ أبو بكر الصديق، ثانيهم عمر بن الخطاب، ثالثهم عثمان بن عفان، رابعهم علي بن أبي طالب. الخلفاء الراشدين هم مين؟ هم الذين بشرهم الله عز وجل إيه؟ بدخول الجنة. وعثمان بن عفان هو من الذين بشرهم الله عز وجل بدخول الجنة. يبقى عثمان بن عفان كان من الذين بشرهم الله، الله على الجمال، من الذين بشرهم الله بدخول الجنة. طب يا ترى عمل ايه عشان ايه ربنا عز وجل يبشره بالايه بالجنة؟ بصوا معايا، بيقول لي ان اول حاجة احنا قلنا ان هو ثالث الخلفاء الراشدين، وهو من الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بدخول الجنة. بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بدخول الايه الجنة. طيب أسلم سيدنا عثمان ابن عفان على يد سيدنا أبي بكر الصديق. يبقى أسلم عثمان ابن عفان رضي الله عنه على يد مين؟ أبي بكر الصديق. يبقى عثمان ابن عفان أسلم على يد مين؟ أبي بكر الصديق. عثمان ابن عفان كان غنيا، كان إيه؟ غنيا، وكان يعمل بالتجارة. يبقى كان بيعمل فين؟ بالتجارة. كان يعمل فين؟ بالتجارة. يبقى يلا كده مع بعض نحفظه. عثمان بن عفان هو نقط الخلفاء الراشدين، ثالث الخلفاء الراشدين. أحسنتم، وهو من الذين بشرهم رسول الله بدخول الجنة. وهو من الذين بشرهم رسول الله بدخول الجنة. برافو عليكم. أسلم عثمان بن عفان رضي الله عنه على يد أبي بكر الصديق. على يد أبي بكر الصديق. على يد أبي بكر الصديق. كان سيدنا عثمان غنيا ولا فقيرا؟ غنيا. غنيا يعمل بالتجارة. يبقى كان عثمان بن عفان رضي الله عنه غنيا، وكان يعمل بالإيه؟ وكان يعمل بالتجارة. طيب نشوفوا بقى مع بعض كده الأحداث، إيه قصة سيدنا عثمان ابن عفان. تزوج سيدنا عثمان ابن عفان رضي الله عنه، تزوج منين؟ قال لي تزوج من السيدة رقية. طيب مين السيدة رقية؟ السيدة رقية ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكمان تزوج مين؟ قال لي وكمان تزوج ابنة النبي صلى الله عليه وسلم التانية، أم كلثوم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بنتين من بنات النبي صلى الله عليه وسلم. أول واحدة مين؟ أول واحدة السيدة رقية. وبعد ما توفت السيدة رقية تزوج إيه؟ أختها وهي أم كلثوم.
عشان كده لقب عثمان ابن عفان رضي الله عنه بإيه؟ بذو النورين. يبقى لقب عثمان ابن عفان بذو النورين. طب لماذا لقب عثمان ابن عفان بذو النورين؟ لأنه تزوج بنتين من بنات النبي صلى الله عليه إيه وسلم. يبقى لما أسألك أول حاجة بماذا لقب عثمان ابن عفان، لقب بإيه؟ بذو النورين. لقب عثمان ابن عفان بذو النورين. ليه لماذا بقى؟ قلنا لأنه تزوج بنتين من بنات النبي صلى الله عليه وسلم. أول حاجة لأنه تزوج من السيدة رقية رضي الله عنها ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ما تزوجها هاجر معا إلى الحبشة، هاجروا مع بعض إلى الحبشة، ومن الحبشة ثم إلى المدينة حيث مرضت السيدة رقية. بعد ما مرضت توفيت، فبعد ما توفيت تزوج عثمان ابن عفان أختها وهي ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم الثانية من السيدة أم كلثوم رضي الله عنها، ولهذا لقب بذي النورين. لماذا؟ لزواجه من ابنتين رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى يلا مع بعضينا كده، بماذا؟ بماذا غير لماذا؟ بماذا لقب عثمان بن عفان؟ بذي النورين. بذي النورين. لا بقول لك لماذا لقب بذي النورين، لأنه تزوج من رقية ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم مرضت ثم توفت، ثم تزوج من ابنته الثانية أم كلثوم. طب ما انا بدل ما اقول كل الاجابة دي بحاجة اقول لك لماذا لقب بذي النورين، لانه تزوج من ابنتي الرسول صلى الله عليه وسلم. هقول ايه؟ لانه تزوج من ابنتي الرسول صلى الله عليه وسلم. لما اجي اسالكم يا شطار مين هما ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم؟ السيدة رقية والسيدة ام كلثوم. السيدة رقية والسيدة ام كلثوم. احسنتم، يبقى السيدة رقية والسيدة ام كلثوم. طيب يلا مع بعض بقى كده نقول كان يتصف بصفات جميلة وفضائل جميلة. يا ترى ايه هي صفات سيدنا عثمان ابن عفان؟ اتصف سيدنا عثمان ابن عفان رضي الله عنه بالحياء. يعني ايه بالحياء؟ يعني بالخجل. يعني ايه الحياء؟ يعني الخجل، كان يخجل. وايه كمان؟ وحسن الخلق. يبقى كانت اخلاقه كريمة، والكرم كان كريما، والعطاء كان يعطي المحتاجين والفقراء لما كان يبذله من مال لنصرة الإسلام والمسلمين. لأن احنا قلنا في البداية إن عثمان بن عفان، سيدنا عثمان بن عفان كان غنيا وكان يعمل بالتجارة، فكان يبذل كثيرا من الأموال لنصرة الإسلام والمسلمين. يبقى تاني صفات عثمان بن عفان: الحياء، حسن الخلق، الكرم، العطاء. الحياء، حسن الخلق، الكرم، العطاء. يبقى لما اجي اقول لك ما هي اهم صفات عثمان بن عفان؟ الحياء، حسن الخلق، الكرم، العطاء. برافو عليكم، الحياء، حسن الخلق، الكرم، العطاء. طيب سيدنا عثمان بن عفان قلنا كان غنيا وكان يعمل بالتجارة وكان يبذل من امواله كثيرا لنصرة الاسلام والمسلمين. طب يا ترى يا حلوين ايه هي كانت اهم اعمال عثمان ابن عفان رضي الله عنه؟ سيدنا عثمان ابن عفان اشترى، سيدنا عثمان ابن عفان بئر في المدينة. اشترى ايه؟ بئرا في المدينة، وكان يسمى هذا البئر بئر روما. بئر روما. اشترى هذا البئر من رجل يهودي، وكان يبيع الماء للناس، وجعل المسلمين يسقون منها وقتما يشاءون. يبقى تاني اشترى عثمان ابن عفان بئرا في المدينة، سمى هذا البئر بئر ايه؟ بئر روما. طب اشترى من مين؟ اشترى من رجل يهودي. خلاص، الرجل يهودي ده كان يبيع الماء لايه؟ للناس، وجعل سيدنا بقى عثمان ابن عفان جعل المسلمين يسقون منها وقتما يشاءون. يبقى اشترى البئر ده عشان يخلي المسلمين يسقون منها، يشربوا منها الوقت اللي هم عايزينه. يبقى تاني كده مع بعض، اشترى عثمان بن عفان بئرا في روما، بئرا في المدينة، سمى هذا البئر بئر ايه؟ بئر روما. سمى هذا البئر بئر روما. يبقى اما اجي اقول لك اشترى البئر فيه
يعني اذكر لي المكان كان موجود فين. المكان ده كان موجود البئر في المدينه. طيب سمى هذا البئر بئر ايه؟ روما. اشترى من رجل ايه؟ يهودي. الرجل اليهودي ده كان بيبيع الماء للناس، لكن عثمان بن عفان اشترى هذا البئر عشان يجعل المسلمين يسقون منها ايه وقتما يشاءون. ايضا من الاعمال العظيمه التي فعلها عثمان بن عفان هي جيش العسره. يعني ايه تجهيز جيش العسره؟ قال لي من الاعمال اللي قام بها سيدنا عثمان بن عفان في حياه النبي صلى الله عليه وسلم هو تجهيز ثلث جيش المسلمين. جهز ثلث جيش المسلمين بكل ما يحتاج اليه، يبقى جهز ثلث جيش المسلمين بكل ما يحتاج اليه استعدادا للقاء الروم لما كانوا بيحاربوا. فكان طبعا الجيش دوت محتاج امدادات ومحتاج اسلحه ومحتاج كل حاجه، فعثمان ابن عفان جهز ثلث هذا الجيش عشان يستعدوا للقاء الروم، وسمي هذا الجيش تجهيز جيش الايه؟ العسره. يبقى من الاعمال العظيمه التي قام بها عثمان ابن عفان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم تجهيز جيش العسرة. جهزه ازاي؟ جهزه بكل ما يحتاج اليه استعدادا للقاء الروم، بكل ما يحتاج اليه وجهزه. وهذه كانت شخصية سيدنا عثمان ابن عفان رضي الله عنها. وتعرفنا في هذه او تعرفنا في هذا الدرس على سيدنا عثمان بن عفان وبماذا لقب واهم اعماله واهم صفاته. خلاص، واهم اعماله تاني ايه؟ هم عملين، شراء بئر روما وتجهيز جيش العسره. يبقى ايه اهم اعماله؟ شراء بئر روما وتجهيز جيش عسره. اتمنى تكونوا استفدتوا من قصه سيدنا عثمان بن عفان، ويلا مع بعض كده نحلوا التدريبات. طيب السؤال الاول، اجب على يد من أسلم عثمان بن عفان رضي الله عنه؟ على يد مين؟ على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. يبقى أسلم عثمان بن عفان زي ما قلنا في بداية الدرس على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. يبقى ننظم مع بعض كده الإجابات ونفتكر كل حاجة. السؤال الثاني، أذكر أهم صفات وفضائل عثمان بن عفان رضي الله عنه. اتصف عثمان بن عفان بصفات كثيرة، منها الحياء وحسن الخلق والكرم والعطاء، وذلك لما كان يبذله من مال لنصر الإسلام والمسلمين. زميلتنا قالت ان اتصف عثمان بن عفان رضي الله عنه بالحياء حسن الخلق والكرم والعطاء، وذلك لما كان يبذل من مال ليه؟ عشان ينصر الإسلام والمسلمين. السؤال التالي، أكمل رقم واحد، عثمان بن عفان رضي الله عنه هو نقط الخلفاء الراشدين. عايز ترتيب سيدنا عثمان بن عفان هو ثالث خلفاء الراشدين. رقم اثنين، تزوج عثمان بن عفان رضي الله عنه من ابنتي الرسول صلى الله عليه وسلم، أسميهم ايه؟ رقية وأم كلثوم. رقية وأم كلثوم. رقم ثلاثة، كان عثمان رضي الله عنه يعمل التجارة. يعمل بيئة التجارة. سؤال، بالتالي واخر سؤال عندنا زي ما تعودنا في نهاية الدرس سؤال المتفوقين. يلا حبايبي كده، السؤال هو بماذا لقب عثمان رضي الله عنه ولماذا؟ يبقى بماذا لقب ولماذا؟ وهستنى إجاباتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.